ولا بعده. خلونا ننتقل للتقرير التاني، وهو طبعا حاجة بنتكلم عنها بقالنا كام يوم من ساعة ما سمعنا موضوع ان الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام بتراقب ناس كتيرة، حتى عمالة تقول كوميكس وتتريق على موضوع مراقبة الفيسبوك والواتساب والفايبر وكل الحاجات اللي بنتواصل بيها مع بعض. تعالوا نشوف ونعود مرة اخرى مشاهدينا، ابقوا معنا. أثار تصريح مساعد وزير الداخلية المصري بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن من يصنعون المتفجرات أثار جدلا واسعا، خاصة لتزايد فعالية وأهمية هذه الوسائل في المجتمعات العربية والتي برز دورها خلال الربيع العربي. لا طبعا، لا خصوصيات دي تعتبر بعيدة أو إن هما تتعمل حاجة زي كده، يعني عشان يراقب مثلا 80 مليون واحد صعب أوي. يعني أنا مش موافق اللي هما يراقبونا على الفيسبوك، عشان ممكن أنزل صورتي الشخصية، صورة ناس تبعي، أي حاجة أحفظها على الفيسبوك على الموقع بتاعي. مش موافق إنه يراقبوا الفيسبوك. مش عايز أذكر أسامي لحد معين، بس أنا كل طالبه بقولك حرية إن أتحرك براحتي، أتكلم براحتي، أعمل كل حاجة اللي أنا عايزه براحتي. رفض ملحوظ لأي انتهاك للحريات الشخصية، خاصة في أوساط الشباب، وإن تفهم بعضهم أهمية الأمن القومي، وقد عبروا عن هذا الرفض بإنشاء هاشتاجات منها إحنا متراقبين. وتحب تقول إيه للمخبر بتاعك؟ أقول للمخبر بتاعي يعني إيه، احترم نفسك ماشي، ولما تلاقي حد مثلا بيعمل حاجة إيه بطل المراقبة وبطل تصنت على الناس. اقول للمخبر بتاعي ما تقلقش، يعني لو انت عايزني انا هروح لك لحد عندك. اقول للمخبر بتاعي اللي بيراقبني حافظ عليا اكتر. اقول للمخبر اللي هو هيراقبني على الفيسبوك مش هتشوفني. 11.5 مليون مستخدم، بهذا الرقم الذي اعلنته لجنة حماية الصحفيين الدولية تتصدر مصر منطقة الشرق الاوسط في استخدام الفيسبوك. فهل سيتم تنفيذ قرار وزارة الداخلية حتى برغم تعارضه مع الدستور المصري الذي لا يجيز مصادرة أو الاطلاع على وسائل الاتصال الشخصية إلا بأمر قضائي مسبق ولمدة محدودة؟ معتز العقاد، قناة دريم. طيب هو المخبر اللي على الفيسبوك ده موجود من ساعة ما اخترعوا الفيسبوك، مش حاجة جديدة، بس يعني كان مخبر أجنبي، ممكن يبقى مخبر مصري بعد شوية مش عارفة يعني. بس هو الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي عامة متراقبة عالميا من ساعة ما بدأت يعني تستخدم في العالم.